حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي العديد من المكاسب جراء خوضه أكثر من تجربة ودية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري مارسيل كولر، سواء أمام بتروجيت أو أسوان، على أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش الخميس المقبل، وذلك ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد. رغم أن المواجهات الودية التي خاضها الفريق تعد تحضيرية، إلا أن الانطباع الأول دائما ما يكون أمرا مهما. لذلك دخل مارسيل كولر المدير الفني للفريق لقائي بتروجيت وأسوان وهو يطمح في تحقيق نتيجة كبيرة، كما سعى الجهاز الفني خلال الوديتين للتأكد من استيعاب اللاعبين الجمل الفنية التي عكف على تطبيقها منذ بداية فترة الإعداد يوم 11 من سبتمبر الجاري، ومدى قدرتهم على الأداء بنفس المستوى البدني على مدار 90 دقيقة. وبالفعل نجح فيما يريد من خلال ظهور الفريق بجمل تكتيكية غابت لفترة وتحقيق الفوز على بتروجيت 5-1 وعلى أسوان 2-1، حيث أعطى كولر انطباعا عن شراسته الهجومية. ويحسب للسويسرية أيضا الاعتماد على أكثر من طريقة لعب خلال مواجهتي بتروجيت وأسوان. ومن ضمن مكاسب الأهلي من خوضه للتجربتين الوديتين أيضا دفع كولر بلاعبين من قطاع الناشئين مثل أحمد أشرف ومحمد مغربي ومحمد نصير ومحمد فخري، وقدم جميعهم مردودا جيدا أمام بتروجيت وأسوان، كما أتاح الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق لفترات طويلة مثل محمد محمود، وكذلك عودة حسام حسن مهاجم الفريق لإحراز الأهداف بإحرازه هدفا في ودية بتروجيت وهدفا آخر أمام أسوان. وتألق شادي حسين المنضم حديثا للفريق والذي أثبت ذاته بعدما سجل أول أهدافه بالقميص الأحمر أمام بتروجيت، وعاد أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلي من جديد أمام بتروجيت وأسوان منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع المنتخب الوطني في يناير الماضي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. كما عاد محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة بقميص الأهلي بعد غياب اقترب من عام كامل، وشهدت مباراة أسوان الودية مشاركة الوافد الجديد البرازيلي برونو سافيو حيث قدم مستوى مميز، وكذلك عودة حسين الشحات للمشاركة في المباريات بعد غيابه عن الفريق بسبب الإصابة، ومعه طاهر محمد طاهر الذي تألق وأحرز هدفا في ودية أسوان.